المرة الأخيرة هي من أجمل اللحظات اللي يمكن بدها تعيشها دير الزور لمدة خمس سنوات من الحصار. أبطال الجيش العربي السوري، خمس سنوات من الحصار والغياب، مع أسد الحرس الجمهوري والقوات الرديفة لك كلها موجودين معنا. نحن عم نوثق لأجمل لحظة مع العميد عصام زهر الدين، هي اللحظة التاريخية من أجمل اللحظات، من أجمل اللحظات، معنويات مع الأسود، مع الجيش العربي السوري في خندق واحد، الدبابة الكاسحة على بعد 100 متر، 100 متر على بس. بعد 100 متر فقط من الساتر، من الثغرة، بتوثيق لأسد الحرس الجمهوري، 100 متر فقط الدبابة تقترب، الدبابة تقترب من أسوار دير الزور، تتحطم ستالينغراد دير الزور. سوريا بشار وبس، الله سوريا بشار وبس، الله سوريا بشار وبس.